ابو نايف حج عمل في 403 انا عام 13 بعد 10 بعد 10 سنوات ما شاء الله. هذه اول حجه في الاسلام ولله الفضل منه ما شاء الله. حجينا مع حمله كانت بدايه الحملات الحج لان قبل كان على الصوالين وعلى المهم حجينا مع ذاك الحمله صاحبها اول مره يقيم حمله حج ورحنا معه يوم رحنا معه ووصلنا مكة وخذينا يعني متمتعين طفنا وثم سعينا ثم حلقنا ثم رحنا الميناء يوم جينا الميناء لأنا والله حاطنا في خيام من تشوف الشمس من وراها ما شاء الله وحاطنا في راس جبل المهم الجماعة تضجروا الجماعة حاجينا ب3000 ريال والمهم تضجروا وتضايقوا وكلموه وصاروا الناس غير جالسين كل ما جاء حسبنا الله عليك الله يجعلها مدري ويش واشغل امه المهم اي والله العظيم لكن كان معنا كبار في السن عقلاء كان معنا واحد يقال له ابو حيمد والله ما عاد اذكر اسمه واحد يقال له ابن صالح اي رحنا عد العرفات يوم رحنا العرفات ما نزلونا من الباص ولا في وجبات وحالة مبروكة يوم رجعنا عاد عقب ما يوم العيد ورجعنا الميناء امسكوه الاثنين هذولا واحد قال ابن صالح وواحد ابن ابو حيمد ابو حيمد من العودة وذا من المجمعة امسكوه الحالة قالوا انت بس وش تبغى اللي ناقصك بس حنا نقوم به المهم راح واستأجر صالة كبيرة ب200,000 الحج يعلمك الحج يعلمك دروس ويعلمك الأدب يعني الحج مدرسة مدرسة في التوحيد مدرسة في التقوى مدرسة في الصبر يعني يحتاج الإنسان ما يستغرق في لحظته الحالية يحتاج أنه مثل اللحظات هذه لابد أنك توجد حلول أما أنه يعني تحسما على هذا ضعيف المسكين مسكين أول مرة يحج وأول مرة يقيم حملة حج ما يدري لكن هذول العقلاء كيف انهم امتصوا المشكلة وعالجوا العلاج الصحيح الحج الحج واشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لذلك وصية للحجاج انهم يحفظوا حجهم ممكن سنة تبي تحج خاصة مع الظروف الحالية الآن ما عاد يمكنك تحج دائما لكنها فرصة الى منك حجيت انك تحفظ لسانك أنا دائما أركز عليها وسمعك وبصرك أنا المرة ذي جبتها صح والله السمع والبصر واللسان هذه من أعظم الأشياء في الحج يحتاج الإنسان أن يحافظ عليها الله يرزقنا وإياكم التقوى الله يجزاك خير.